الفائز بلقب سباق بني فاس. حصرا في حائل. خطرة حارس المرمى، محاولة تصويب ولكن حارس المرمى كان في المكان المناسب ترتد إلى داخل الملعب. محاولة جيدة، أول محاولة للاعبي الاتفاق ولكن يصل وسط الملعب إلى جابر أو إلى سلمان العميري. مرة أخرى عبد الحكمي يحاول قادسية في اللعب، يحاول يصوب ولكن بيد حارس المرمى مرة أخرى على دفعتين. ولاعب الهلال سابقا طبعا كان يلعب في الهلال قبل انتقال الاتفاق. اللعب يحاول ضغط اللعب سريعة وفي يد حارس المرمى يوز في الجميع. اللعب ركز الزاوية، وليد الرجع، اللعب عالية، الراس عبد الفتاح يشارك يحاول لكن في خطر. عدل خطرة اللعب، خطرة ويحاول ولكن إلى خارج الملعب ركلة زاوية أخرى. لعبة خطرة ولكن وسط الملعب مقطوعة. الزهيد اللعب عرضية تعدي مقطوعة. تمريرة تحول خطرة للقادسية. لاعب خطرة وواجه المرمى، يعدي وتلعب عالية ويعدي فرصة، أول فرصة خطرة وواجه المرمى من اللاعب رقم 20 ياسر القحطاني. مرتدة للاتفاق، تلعب سريعة في الجهة البعيدة، يحاول يحصلها فعلا، يحاول يعدي ويعدي. تلعب عرضية عالية وحارس المرمى، وفي يد حارس المرمى يوسف الجميع، وفي خطأ ليوسف الجميع. خلفية وسط الملعب مقطوعة عالية، دخول قوي طبعا بين لاعب الاتفاق القادسية ولكن دخول قانوني سليم. اللعب حاول الاتفاق يضغط داخي، اللعب تمريرة سريعة وخطرة الاتفاقي. بدأ الاتفاق طبعا يعمل بقوة ويدفع قوة اللعب. يشوف الكرة العرضية الجميلة طبعا وعلى طول داخل المرمى من عبد الرحمن اليامي، وعبد الرحمن يسجل هدفين خلال 3 دقائق. شوف اللقطة الجميلة وأيضا التسديد المباشر عالية. عدي مرتدة سريعة وواجه المرمى. تأخر تلعب خطرة والكعبة وحد المرمى. اللعب لعبة حلوة من الدباخي، حامل الدباخي شبل الفانيلا. اللعب قادسية، حاول مرر خطرة، حاول يعدي يواجه المرمى. اللعب ولكن تكتل دفاعي من الاتفاق. اللعب مرة أخرى حاول يضغط القادسية ولكن أيضا الكذابة العديدة أكثر ل عبد الحكمي. حاول يعدي يواجه المرمى وحارس المرمى. اللعب مرة أخرى خارج الملعب، محاولة كرة مرتدة وفرصة محققة إلى تركي الصليخ. عرضية وتعدي وخطرة، تلعب وحارس المرمى وإلى خارج الملعب ركلة زاوية. أحمد البحري إلى خارج الملعب، رمية جانبية وصافرة نهاية الشوط.